أبو محمود هو أب لتسعة أطفال من قرية كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي. يعاني أحد أطفاله من مرض السرطان، وهو مرض خطير أنهك جسد الطفل وأرهق والده بسبب التكاليف المستمرة والمرتفعة للعلاج، وبالتالي تتغير شهريا أو أسبوعيا بحسب الحاجة. وفي المراحل الأولى من المرض تحمل الوالد كامل الكلفة المالية، ولكن بعد فترة تكفلت إحدى المستشفيات بتقديم الجرعات العلاجية مجانا. أنا محمد المحمود، والد ليوسف المحمود. نحن منعاني من مرض اسمه لوكيميا، معترف عليه بالطب، بس لا معترف اليوم بالبشر أنه مرض سرطان. معه مرض سرطان نقيل عظام، يعني أصعب مراحل اللي بتكون هي موجودة في هذا المرض نقيل العظام. صار لي سنة وأربعة شهور بعالجه. الوضع هذا هو، ما في انتشار للمرض، واقف المرض. منعاني رحنا أكثر شيء يعني بالعلاج، يعني وقت ما نعطيه الجرعه بيتم الولد 3-4 أيام مسطوح، يعني لا بيأكل ولا بيشرب. بنصير نعطيه يعني في وقت نعطيه الجرعه في إلى انعكاسات سلبية له، بتطلع لي أورام عينه، بتوجع أمرار إجوا، بيصير معه التهابات من قوة الجرعة. بدنا نرجع نعالجها في دواء تاني. هاي الأمور إحنا بنعاني منها كتير، يعني أنا صار لي سنة وأربعة أشهر كلفني تقريبا بحدود 10,000 دولار على الزبط. دواء الكيماوي من المشفى ببلاش، بس في له مضاعفات، في تحاليل من برا، روحان والجيان كانوا جمعيات تجي تروح تاخذنا في السيارات. هلق قالوا انه مرضى السرطان حالي باردي، ما بنحسن ناخذهم. صرت عاني كل 5 ايام بروح، كل 6 ايام، كل 10 ايام، كل 15 يوم بده جرعه. رحنا كل ما تضعف تضعف حيويته نعرف انه عنده تصبيط، مناعته نزلت. بس مناعته نزلت انت عليه بدينا في المشفى من الاسبوع للعشر ايام. امرار بيحكي لنا شهرنا في المشفى عنده دواء، هذا الدواء كله من برا مشتراه في مشفى ادلب. ومع ذلك لم تكن تكاليف الجرعات هي التحدي الوحيد، بل بسبب مضاعفات جرعات العلاج الكيماوي كان عليه شراء أنواع جديدة من الأدوية أيضا. وقت اللي بلشت على الولد بلشت حرارة 45-44-43 ما تنزيل، أخذوه على طبيب يقلل التهابه معه، التهاب لوزات، التهاب صدر، نعالجه بدواء التهاب يهمد المرض عنده. يومين ثلاثة ترجع نفس الحالة، تميت على الحالة شهرين، حتى أخذت له خزعة. الخزعة بعد ساعتين طلعت قال لي معه مرض سرطان، وبلشنا بالعلاج. صارنا تقريبا سنة. أنا أول 5 أشهر بلشت بالعلاج أحسابي، بعدين دخلت منظمة تبنت الولد، تبنت الأطفال اللي موجودين في المشفى. ما بغى ندفع حق كيماوي، عم ندفع هلق حق الدواء من برا، تحاليلنا كلها من برا متعلية بمصاري. أنت ما حملت الطالوع على تركيا؟ تركيا أنا تواصلت مع تركيا. الإبري هوني حقه 16 دولار هونيك عم يشتروها 125 دولار. أغلب الدواء بتركيا مشترى، أغلب التحاليل برا مجاني. دعاوي بتركيا أنه الخدمة ممتازة هونيك، أنه بديروا قانون على الطفل، بس أغلب الدواء 70% مشترى. يعمل أبو محمود كسائق سيارة كبيرة، وبالتالي دخله يعادل دخل عامل عادي، وهذا لا يكفي لتغطية احتياجات منزله اليومية، فكيف له أن يؤمن تكاليف علاج طفله؟ لذلك يناشد أبو محمود الجهات الإنسانية لتتكفل بعلاج طفله بالكامل. يعني إذا بدي أنا أعالجه حسابي، يعني بدي مدخول كبير حتى وصل لمستوى أنه يصح 70%. أمور كانت صعبة كتير، يعني عم بشتغل وبقدم لهم تعليق مكسور مديول له للصيدليات، يعني علي حق دواء كتير له لمرضه. كانت أموره صعبة كتير وبعاني كتير، يعني بروح وبرجع تعليق، والله المستعان. يعني دقيت بروح على جمعيات، مثلا رحت على جمعية فلانية بيجي بقول أنا عندي ولد قصته 1-2-3، بيقول رحنا ملف الطبي واقف عنا، مرضى السرطان تكلفته كبيرة وما نقدر لهالو. رحت على جمعية 2 و3 كلهم نفس الجواب، يقول لي ملف الطبي عنا واقف. رحنا أنا شيء محدد عنا مرضى السرطان تكلفته كبيرة ما بحسين نغطيها. إذا أنت جمعية ما بحسين
تتكفل في طفل. انا اب شو بدي اقول، انا اب لتسع اولاد، اكثر شيء بيعيقنا الامتلاليه رحنا كل خمسة ايام عنده روحه تحاليل وعنده دوام برا، ومواصلات روحه وجاي علينا صارت كبيره. امتلالي كانت عندنا تجي مثلا جماعه الدفاع المدني ياخذوا، هلق جماعه الدفاع المدني بنحكي معهم في حالات يعني اصعب من حالته بياخذوها، هون بيقول انت حالي بارده بتحسن تاخذوا تغطية تستاجروا سياره. اليوم انا بجبل الزاويه من هولا ادلب مشوار يعني بتكلفنا الروحه والرجعه يعني بحدود 50 دولار 60 دولار 70 دولار روحه من عدد التحاليل. يعني هاي بس هاي له روحان وجيان، هاي له يعني حق دواء، وبتكلفنا بين 70 و80 دولار. اليوم بتمنى انه الجمعيه تكفل الولد بتحاليله بدواه بروحانه بجيانه، يعني هذا عبء كبير عليه. يعني اليوم العامل اذا بيكون عنده ولد وبنت متاليه ما بيحسن بعايشهم، كيف مثلا اللي عنده عائله كبيره وعندك مريض. عندي انا حالتين مرض في البيت، بس انا هديك حالي بارده، بس انا عندي هاي متالي اليوم اي مضاعفات لانه متالي بتاخر عنه في الكيماوي او بتاخر عنه بالدواء متالي بصير يعني بصير وضعه سيء كثير، بعاني يعني اذا بتضاعف في النهار متالي تاخرت عليه بقعد شهر انا في المشفى، بقعد شهر في المشفى تكلفته في المشفى انا قعدت شهر كلفني 1200 دولار بين دواء وتحاليل. 1200 دولار اليوم يعني ما في اب في العالم تالي بيحسن بدخل في الشهر 1200 دولار ليعالج مرضى سرطان. كيف اذا انا بدي اشتري الجرعه الكيماوي انا بعجز يعني بتوقف قدام عيني يموت تالي ما بحسن اعالجه. المشفى اللي عم نروح فيه كفلانه بالكيماوي بس بموضوع الكيماوي بيسربوا لنا جرعه وبيسروا لنا امرنا. الوضع يعني ممتاز في المشفى، بس اليوم المشفى انت اليوم عندنا 7100 اصابه في المحرر، يعني بيعجز المشفى تالي على يعني على دولة بتعجز على 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 7100 حالي. كيف المشفى كتر الله خيرهم الجماعة ما بيقصروا معنا، والجماعة بارك الله فيهم أحلى خدمة وما بيقصروا والله، اللي عندهم بيعطونا إياه. طبعا أنا قاعد منطقة قريبة على خطوط التماس، قاعد كان صفرة وهوني منطقة منكوبة تقريبا، يعني ما في مقاومات للحياة صفر هون، يعني وضع صعب كتير. بالنسبه للعامل يعني مثل البشر شو فيها الاليه، انا بشتغل يعني مدخولي محدود يعني والله يعني ايش بدي اقول لك، يعني والله ما بعرف يعني الوضع يعني مبين، يعني انت واضح عند الصوره هي بتحكي، ما بدي انا اشرح لك كثير. منطقه كان صفرا هوني فيها نقطه طبيه كانت مدعومه ووقفوا الدعم عنا، كنا ياخذين نفس فيها. يعني هلا بنروح اليوم تاعي الشباب قاعدين فيها ما فيها شيء على الخالص، يعني ما بيحسب انا لما بسمي لنسبه مرضى السرطان نقطه كان صار ناس تخدمني بشيء على الخالص، يعني ابري ما بيحسب يعطوني دواء، ما بيحسب يعطوني يعني اي شيء تاعي بيعطوني اياه من كسب، يعني بتبين عوارضه دغري على الولد. بتمنى انه الله ينادي بالفرج والله يشفي له الولد، وانه تكلفه علاجه كبير كثير. يعني سنة حاطط فيها 10000 دولار انا والله علاجه 4 سنين. إذا أنا بدي أتكفل في علاجه متالية إذا ببيع قطعة من جسمي بحسن بعالجه. بتمنى أنه الله يشفيه، وأنه الله بتمنى أنه جمعية تكفلوا بس ما أكثر من هيك. تكفلوا وشيل عني لعبة. أنا إذا ببيع كلية من كليتي ما بتخلى عنه. بوجه رسالة للي عم يشوفني أنه أول شيء بينظروا بوضع الطفل. وشايفين الوضع، يعني اليوم رحنا قاعدين بجبل الزاوية، اليوم نحن اللي مثبتينهم للي قاعدين شمال، رحنا لو منا هون موجودين ما في ادليب، رحنا قاعدين هون رحنا بعنائنا بمرضنا بوجعنا قاعدين بجبل الزاوية، ثابتين هوني مشان العالم تستمر شمال وتتم في بيوتها وما حدا يطلع من بيوتها، هذا وجع كل الناس بتعرفه. واليوم انت بدائرة هيك، دائرة صغيرة وما عندك تنفس يعني 1%، وعم نكذب حالنا ومنكابر ومنقول ان شاء الله الفرج قريب. يسكن ابو محمود في قرية كان صفرة، وهي ليست ببعيدة عن خطوط التماس مما يشكل خطرا على العائلة، ولكنه لا يملك القدرة المالية على دفع ايجار منزل في مكان اخر، رغم أن القرية تتعرض أحياناً للقصف ولا تتوفر فيها الخدمات الأساسية، لكن الظروف الصعبة أجبرته على البقاء فيها. السلام عليكم. عمي
فاتني اشوف. شايف الضوء على السما؟ الطفل يوسف المحمود لديه عمره 5 سنوات، يعاني من لوكيميا نقي عظام وفقد نقص مناعة بسبب الإجراءات الكيماوية القوية التي يتم إعطائها للطفل. الطفل حالته الصحية الآن سيئة، لديه دقات قلب سريعة وارتفاع حرارة ونقص شهية. هذا الطفل نحن هنا كنقطة طبية إسعافية قريبة من خطوط التماس مع النظام لا نستطيع تخديمه نهائيا، لأننا هنا كنقطة طبية إسعافية فقط على الحالات الإسعافية من ارتفاع حرارة، من قياء، من مثلا رشح فقط لغير. هذا الطفل يحتاج إلى عناية مركزة في المشافي الشمال. بده كان نقل الصفيحات قبل يومين 3 شهرين. لعبة تحليل الوريد مثلا نظيف شيء بناته تنزل كريات ونزل لكن نفسه بده كان نقل الصفيحات قال يتكلم يومين 3 شهرين. سلام عليكم.